بسم الله الرحمن الرحيم. إن الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي هو تجسيد لرحلة الوطن وتسطير لأمجاده في التاريخ، وما نشهده اليوم من تطور فريد يمثل 50 عاماً من تاريخنا المجيد، وفيه نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ونعقد العزم بخطى ثابتة نحو المئوية، لتظل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بين دول العالم. بمناسبة اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة وبحلول يوبيلها الذهبي، فإنني فخورة للغاية بمشاركتي في احتفالات اليوم الوطني، حيث تتمثل مشاركتي برسم 50 لوحة فنية تجسد صورة المغفور له بإذن الله مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.